والسلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير، طويرة ديالكم بخير، الأمور الحياتية ديالكم كاملة بخير. تقبل الله منا جميع الطاعات بإذن الله في هذا الموسم الفضيل، في هذا الشهر المبارك بإذن الله. إخوان، واحد الأمور بغيت نتحدث عليها، واحد الأمر خصوصا بالنسبة للماء والطريقة ديال التقديم ديالو، وبالنسبة للطريقة ديال تقديم ديال الأكل. إخوان، درت بزاف ديال الفيديوهات على حساب النظام الغذائي المناسب للطيور، ولكن ديما كنلقى بعض الصور كيلوحوها لي بعض الاخوان، كتوصلني في الخاص بعض الطيور مريضه. كنشوف هذيك الامراض كامله ملي كنحاول كندير بعض التشخيصات ديالها، تلقى الاسباب ديالها ديما كيكون يا اما من الماء، يا اما من النظام الغذائي المتبع الاخوان، ولا من النظافه اللي عندنا في الغرف ديال الطيور. اخوان، هاد الامور هادو راه هما اصل ديال التربيه ديال الطيور، نحاولوا نعطيوها اولويه ديالها. بالنسبه غندوي الاول على الماء، بالنسبه للماء الاخوان نتفاداو الماء ديال الصنبور. الماء ديال الصنبور راه ما خدامش لينا، الماء ديال الصنبور على الاقل ملي غندير واحد الفيتامين ولا واحد المكمل غذائي في الماء، راه كيقتل لينا ذاك المكمل الغذائي وما كنستافدوش منه الطيور ديالنا. اخوان، بالنسبه للميغا بكتيريا الاصل ديالها من الماء، داكشي علاش الاخوان الماء راه كيدير لنا بزاف ديال المشاكل. نحاولوا على الاقل بغينا نخدموا، ما عندناش ملي غنقول لا بئر عندنا غير الصنبور الروبيني، كناخذ واحد الاناء كنعمروه بالماء في الليل مع الصباح، عاد كنعطي منه للطيور. هذه الطريقه راه كنت كنستعمل انايا باش كنقدم الماء ديالي، كنقدموا الاسماك ديال الزينه، كنت كنربي اسماك ديال الزينه، لعطيتيها الماء من الصنبور ديريكت كتصبح ميته، كتصبح نافقه. داكشي علاش كنت كندير هذه الطريقه، كنخلي الاناء ديال الماء واحد 4 سوايع حتى 5 سوايع مفتوح، هذاك الاناء مع الصباح مع من الفوق كيطير منه هذاك الكلور وهذيك الزيادات اللي فيه، كنعطيوه الاسماك ديالنا ما كيوقعش المشكل. نفس الامر تقدر تخدم مع الطيور ديالك، دير واحد الاناء في الليل خليه محلول، مع الصباح نعطيه للطيور ديالي. ونحاولوا الاخوان نستعملوا خل التفاح، نديروه دوريا، نديروا واحد على الاقل مره ولا 2 مرات في الاسبوع نعطي خل التفاح للطيور باش نقاد ليهم الحمضيه ولا البي اش ديالهم ديال المعده ديالهم، باش نبعد من هذا المشكل ديال الميغا بكتيريا. الاخوان، راه الميغا بكتيريا راه المشكل ديالها اصلا كيجي من هذا المشكل ديال الحموضه اللي في الطيور ديالنا. ما غندويش لكم في التفاصيل حيت انا ماشي بيطري، ولكن غنقول لكم بانه الاصل راه كيجي من هنا. والدواء ديال الميغا بكتيريا كما كيعرفوا الاخوان المده ديال العلاج كتكون طويله، داكشي علاش كنكون صعيب باش كنعاودوا كنعالجوا الطيور ديالنا الاخوان. داكشي علاش نتفادوا ونديروا الوقايه خير من العلاج. ناخذوا واحد القله من السوق ونغسلوها مزيان، نغسلوها مزيان ونديروا فيها خل التفاح واحد 3 ايام ولا 4 ايام، نعاودوا نغسلوا هذاك الماء ونعاودوا ننظفوه مزيان. والنصيحه اللي غنقول لكم الاخوان، خذوا قله يكون الفم ديالها يكون كبير على الاقل باش تخشي ايدك، وتنظفها واحد المره في الاسبوع ولا مره في 15 يوم على الاقل، مره في الشهر، حيت هي راه غادي تخدم بها واحد الشهر ولا واحد 15 يوم، ملي غادي تخشي ايدك في الداخل وهذه غادي تلقى واحد الترسبات، هذيك هي اللي خاصها تمحى. اخوان، الماء وعلى ولا اللي عنده بير في الانحاء اللي عند الساكن فيها يستعمل الماء البير حتى هو راه مزيان. هذه المياه اللي قدروا نستعملوا للطيور ديالنا. اللي عنده القدره الشرائيه ويقدر يشري الماء المعدني راه مزيان. كثره في الاوقات اللي كنستعملوا فيها ادويه ولا كنستعملوا فيها بعض المكملات الغذائيه راه كيكون مزيان. انا راه كنستعمل القله ومن مده كبيره كتعطي نجاعه وكتعطي واحد مزيانه للطيور بصفه 100% الاخوان. نحاولوا ناخذ واحد القله نتفاداو هذوك القلات اللي فام ديالهم صغير، ناخذ وحده تكون فما كبير باش نحاول نغسلها مره مره. بالنسبه لهذاك الاخوان اللي كيديروا هذيك الروبيني ديال البلاستيكي، الا خدمتي به واحد 3 شهور ولا 4 شهور حاول تحيد ذاك الروبيني وتفتحه، تحل باش يبقى كي بحال كيدوز الماء، ونرقدوه في جافيل واحد المده، نغسلوه بالماء طيب واحد الايام متتابعه ثاني ونعاود نرجعه. ولا اللي عنده باش يشري ياخذ واحد جديد ويغسلو حتى هو مزيان، ينظفو يعقمو ويخدم به الطرق. بالنسبه للماء راه هذا هو الماء الاخوان، راه الماء ديال الروبيني راه ما خدامش للطيور، راه هذا هو المشكل اللي كيدير الميغا بكتيريا الاخوان. الاخوان، القضيه هي تقديم الغذاء. بالنسبه للتقديم ديال الغذاء الاخوان، الناس غير كيقول لك حنا كنقدموا مواد طبيعيه، كيشد نص بيضه كيلوحها الكوبل، عنده كاين اللي يدير نص تفاحه لايحه الكوبل، كاين اللي كيمشي كيجيب حزمه ديال الحريقه ولا ديال التفاح كيلوحها الكوبل، راه ماشي هذه زعما غير المواد الطبيعيه راه ما غدرش لينا الطيور الاخوان. الاخوان، نحاول نعطي الطيور ديالي، انا غندوي لكم على التجربه ديالي الشخصيه والطريقه كيفاش كنتعامل مع الطيور ديالي. الطريقه اللي كنتعامل مع الطيور ديالي
وغنقول لكم هذه القضيه غتخدم لك مع اي صنف ديال الطيور اللي كيربي شي صنف، راه هذا هو النظام الغذائي اللي انا كنتابع، وكنظن بان هذا هو النظام الغذائي اللي كنظن على ما اظن راه صحيح. اللي عنده شي نقطه ولا عنده شي وجهه نظر اخرى يحط لنا في التعاليق ان شاء الله، وغادي نديروا عليها حوار ونتفاهموا بعضنا ان شاء الله، ولا كنديروا شي نهار شي لايف ونتحاوروا فيه. بالنسبه للاخوان التغذيه، انا الطريقه اللي كنستعمل ليموجوار برانسيبال، يعني الوكالات الرئيسيه ديما فيهم الزوان السيك، ما كاينش الميلونج. حيت درت الميلونج كنشوف بعض الطيور كدا كدير الهضر كدا كتلوع لك الزوان وكتقلب على الحبوب اللي كتبحثها هي، بحال النيجر بحال الحبوب الشوكيه بحال الحبوب ديال الطبيعه، وكدا كتلوح في الزوان. وبالنسبه للاخوان اللي كيعطيو الاكل ديال 3 ايام ديال 4 ايام، ما غاديش تخدم لك هذه الطريقه ديال انك تعطي الميلونج. الطريقه اللي غنستعمل انا واللي كنستعمل دائما هي كنعطي زوان سيك، المجوارات كنعطي زوان سيك هو اللي كاين. بالنسبه للاضافات اللي غنضيف للطيور ديالي، غنعطيهم شي حاجه اللي غياكلها في واحد ساعه ساعه ونص ساعتين الماكسيموم. عطيته باطي، عطيته بيض مسلوق، عطيته حبوب مختلطه، يعني بحال نقولوا المانيطوبا، حنا ما كنبغيوش نذكروا الاسماء ولكن غير باش بنادم يوصلوا للفكره. عطيته فواكه، عطيته خضر، عطيتهم جيت لهم نباتات بريه من الطبيعه. اي حاجه غنعطيها للطيور ديالي كنعطيهم هذاك الشيء اللي غياكل. بحال عطيتها لهم على 10 ديال الصباح، غنجي مع 12 ما غنلقاش هذاك الشيء بقى. الا كنت كنجي مع 12 وكنلقى باقي البيض مسلوق، باقي الحبوب اش غنقولوا لها الميلونج، كنجي كنلقى باقي التفاحه يلا واكلين منها وباقي نص تفاحه شيطه، كنجي كنلقى حاط الباطي باقي شيط. اخوان هاد الطريقه اللي كنقول لكم راه هي الطريقه المثلى لتقديم تغذيه للطيور. نتفاداو الاخوان الطريقه اللي كنستعملوا ديال كنلوح نص بيضه للكوبل. نقولوا عندنا فراخ، عند الكوبله عندها فراخ، ماشي مشكل، الكوبله عندها فراخ ماشي غنعطيوها نص بيضه، راه بزاف عليها ثاني. حنا عندنا واحد جوج كوبلات ولا ثلاثه، غنشدوا هذيك البيضه غادي نضربوها بالفرشيط مزيان، ولا غنحكوها في شي حكاكه هذيك البيضه، غنخلي نزيد عليها شي حاجه. لا فاتوا ليا الفراخ بحال لا فاتوا 7 ايام، كنبدا كنستعمل الخضر معايا مع الفراخ ديالي والفواكه. نقدر ناخذ شويه الطرف ديال التفاح نحكو، ولا شويه ديال الجزر نحكو، شويه ديال البروكلي نحكو، ولا شي حاجه اي نوع من عندي من ديال الخضر نقدر نستعمله مع الطيور ديالي. نعطي للطيور نخلطوا مع ديك البيضه، هذيك البيضه نقدر نقسمها الا خلطتها بعد تقدير الخليطه، نقدر نقسمها على 7 حتى 8 ديال الكوبلات الاخوان. راه علاش كنقول لكم الكوبله الوحده راه 4 بيضه وكثير عليها، راه حيت اللي عطيتيها 4 بيضه وغتجي من بعد غتلقى هي الله كالت داك الصفار وكالت واحد شويه من البيض، داك البياض ديال البيض والشيء الاخر شاط. هذاك الشيء اللي شاط هو اللي كيدير لنا المشاكل ديال النظافه اللي غندويو عليها من بعد. اخوان الطريقه ديال التقديم ديال الاكل هي اللي كدير لنا المشاكل الاخوان، راه ماشي غير سمعنا التجهيز وسمعنا الرفع من القيمه الغذائيه وبقينا غاديين كنرفعوا في القيمه الغذائيه. قسم نص بيضه واعطيها لها الطائر، نص بيضه كل نص ديال هذاك نص بيضه واعطيهم حتى الربع ديالها. هذا هو عندك كوبله وحده اعطيهم غير القياس، راه ماشي هذا هو التهلو الاخوان. التهلو هو الاستمراريه في تقديم الشيء. كنعطيهم واحد البروتين الاستمراريه، كنعطيها لهم واحد جمرات في الاسبوع، كنستمر كنعطيها لهم ديما جمرات في الاسبوع. هذه هي اللي كتسمى التهلو في الطيور ديالي. وبالنسبه للقيمه كتختلف على حساب الموسم، على حساب موسم الانتاج، على حساب موسم التجهيز، على حساب موسم غيار الريش. كل موسم كتختلف النسبه اللي غنعطي للطيور. بحال دابا في موسم غيار الريش كنقدر نرفع القيمه الغذائيه واحد شويه، لان الطيور كتستنزف الطاقه ديالها، محتاجه البروتين، محتاجه الاحماض امينيه، محتاجه بزاف ديال الحوايج باش كتعاود كتنبت هذيك الريش اللي كتكون لاحته في غيار الريش. بالنسبه لفتره الراحه كنقصوا من القيمه الغذائيه، كنبقاو نعطيو نفس الحاجه اللي كنعطيو للطيور ديالنا ولكن كنقصوا منها. بحال دابا كنت كنعطي في غيار الريش 4 بيضه، كنقص كنعطي النص ديال 4 بيضه ولا اقل، حيت في وقت الراحه كيولي الطائر غير جالس كيريبيتي كيعاود كيقاد في الكلام ديالو، ولا جالس كيجلس كيولي غير جالس قليل في كيهود الاكل. داكشي الاخوان اللي كتلاحظ مزيان كتشوف الاكل كيولي كيتكون سما قليل في فتره ديال الراحه. في الوقت ديال التجهيز الطيور كنعطيوها حنا كنجبروها باش كتجهز صحة، كنوليو كنزيدوها القيمه الغذائيه باش كنوفروا لها، بانه راه بحال في الطبيعه الطائر باش كيعرفوا غير موسم التجهيز بعدد ساعات الاضاءه بالوفره ديال التغذيه، كيولي الحبوب وكل شيء موجود عنده في الطبيعه.
كيولي كيعرف بان هذا هو موسم الانتاج، كيعرف الحبوب كذا كتكرم، كيبدا كيخدم هو. هذا داكشي اللي كنديرو مع الاخوان. اخوان نحاول نعطي الطيور ديالي القياس. بغيت نتهلا في الطيور، راه ماشي شريت رابعه ديال الشيه غنعمر الموزوار ونعطي للطيور، لا الاخوان لا، نعطي القياس. الطائر كياكل 3 الجرامات 5 الجرامات اللي غنقولوا كياكل الطائر، لا عطيته 1 جرام ونص 2 جرامات في الصباح وكمل النهار ديالو مزوان، راه هذيك هي الصحه المزيانه للطيور الاخوان. راه ماشي نبقاو نعطيو للطيور بحال هذا الاكل ما كيبقاش هو كيدور بزوان، وكتقول لي الطائر كيصور لي طائر مريض وكيقول لي ماله مرض. راه الاخوان راه من النظام الغذائي اللي كنتابعوا الاخوان، نحاولوا نتبعوا. بغيت نتهلا في الطائر ديالي غنعطيه اليوم واحد الحاجه، نبقى غادي كنتبع معاه، غنعطيه ليه جوج مرات في الاسبوع، السيمانه الجايه ثاني نعطيه ليه، السيمانه الجايه. هذا هو التهلو الاخوان، ونعطيه غير جرام، نص جرام، نص جرام، جرام ديال الشيه راه كافي، جوج جرامات ديال الشيه راه كافيه للكوبل، وفايت القياس بزاف كاع. هذا هو النظام الغذائي الاخوان. بالنسبه من يكونوا عندي فراخ، الفقس ديال الفراخ غندوي على القضيه ديال الفقس ديال الفراخ. ملي غيفقسوا لي الفراخ نحاول الاسبوع الاول ما نعطيهمش الفواكه والخضار، من بعد من الفواكه والخضار الاسبوع الاول باش نحافظ على الصحه ديال الطيور، نعطيهم غير البروتينات هما اللي كيحتاجوا الطيور في هذيك الوقيته باش كينماو دغيا بكري والعظام ديالهم كتقوى، باش كيوليو كيطلبوا الطعام وكيوقفوا. مني كتفوت 7 ايام وكان باقي الفريخات ديالي نقدر نولي نعطيهم خضار والفواكه، ولكن ماشي ثاني نولي نجيب طرف ديال الخص قداش ناو نعلقه في القفص ونعطي الطائر. بالنسبه للخص انا ما كنستعملوش الاخوان، نصيحه انتم ما تبقاوش تستعملوا الخص، كاين بدائل كثيره للاخوان، كاين البروكلي، كاين الخيار، كاين التفاح، كاين الجزر، كاين بزاف ديال الامور اللي نعطي للطيور ديالي. نتفاداو الخص راه ما هو حتى حاجه وما كيفيدش لنا الطيور ديالنا. الاخوان نتمنى تكون هذه المعلومه ديال تقديم الاكل والنظام الغذائي الاخوان تكونوا استفدتوا منه. راه قد ما كنقتل الطائر ديالي بداك الحب ديالي راه غير كنقتلو، راه كنعطيه ذاك الموت البطيء، كنبقى غادي كنقتل فيه. واحد الوقيته كيصور لي واحد البطن ديال الطائر منفوخ، مصرار منفوخ، في بعض المشاكل، كاين الكبد، كتلقى ماشي غير مرض واحد، كتلقى الكبد، كتلقى الكوكسيديا، كتلقى عنده البنكرياس مشاكل، كتلقى بزاف ديال المشاكل عنده في الطائر واحد. باش غيبدا يعالج، غيعالج هادي ولا يعالج هادي ولا يعالج هادي. علاش الاخوان بداو بالوقايه، راه ماشي غير تسمع شي حاجه طبيعيه ونبقى غادي. والاخوان نتمنى تكون هاد النبره ديال الصوت ديالي وصلت لكم، حيت انا الصراحه هادشي اللي كنشوف ما كيعجبنيش. راه كنشوف فيديوهات الاخوان واحد معلق نص بيضه الكوبلة ما عندها لا وليدات لا والو، بزاف راه اكثر من القياس. راه حنا كاملين كنخافوا كنقولوا زعما انت باش توكل الوليدات ديالها، ولكن راه غنعطي ربع البيضه غتوكل به الوليدات ديالها، غتوكل الوليدات ديالها وغتوكلهم، غتكمل لهم نهار الزوان ديالهم، راه هي عارفه اش غتوكل الاخوان الطيور ديالها. هذا هو القضيه ديال بالنسبه للاكل. بالنسبه للنظافه الاخوان، نديروا النظافه الاخوان الطيور ديالنا، راه ماشي غير انا وقت الموسم ديال الانتاج وما غنديرش النظافه، لا الاخوان ندير النظافه ديالي. راه دويت بزاف في هذه القضيه ديال النظام الغذائي وديال النظافه، ولكن راه كنشوف شي حوايج هما اللي كيضروني في الخاطر ديالي. داكشي علاش كنشوف واحد مصور لي قفص ديال الطائر عنده جوج كوبلات وعندك مشاكل في النظافه. من الناس عندهم غرف ديال الانتاج كتلقى عنده تبارك الله مئات ديال الاقفاص، وكتلقاه داير وقت باش كيغير الماء للطيور ديالو، وقت باش كيغير الاكل للطيور ديالو، وقت فاش كيجي كينظف للطيور ديالو. وهذه هي الولاعة الاخوان، هي ملي كنجي كنوقف على الطيور ديالي وكنطلع فيهم ونقابلهم، شوف اش خاصهم، كنقاد معاهم، نبدل لهم لي بورشوار ديالهم هذوك العصاي مره مره، كننقي لهم. ملي كتصايب الانثى العش ديالي كيبقاو بعض الخيوط كنحاول كنجمعهم ونقادهم الاقل راه عطى الله. انا كندير شيته ديال الاسنان كندخلها كنبقى كنجمع بها هذوك الخيوط، كنجمعهم في القند كنحيدهم باش ما يبقاوش. هذوك الخيوط هي كدير بعض المشاكل التنفسيه ديال الطيور. نعطيو الطيور ديالنا الاستحمام، ماشي غير موسم الانتاج ما نعطيوش الاستحمام، نعطيو الاستحمام 3 ايام قبل كاع الفقس لما خفتي على الطيور ديالك. وراه هذه هي التربيه الاخوان، بغيتي الطيور تكون بصحه جيده راه هي هذه، راه ماشي غير بقى غادي توكل وكل 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 ونفخ في الطيور ديالي. المهم هو الاستمراريه الاخوان. نتمنى نكون فدتكم الاخوان، وصراحه هذه القضيه بهذا الاسبوع وصلوني بزاف ديال الصور ديال الطيور مع الاخوان. كاين بعض الصور اللي شفتها انا عمرني ما شفت بحال هذه الامراض، ما نكذبش عليكم الاخوان، كاين بعض الحالات كنشوفها جديده واقيلا كاع في هذا ولا انا ما كنعرفهاش.
حيت انا ما خدازتش عليا. اخوان نتمنى ما نكونش كثرت عليكم، سمحوا لي على هذه النبره ديال الصوت ديالي، ولكن بقى بيا الحال صراحه بغيت نوصل لكم هذه القضيه باش تستافدوا باذن الله. السلام عليكم الاخوان.